عارف ان محمد جابر اللي لعب تمر الكوره بدوار الايمن لمرمى النادي الاهلي. عجايب المباراه مش سهله اطلاقا. اللاعب الكره الثانيه من عاشور يرجعها لخلفيه محمد جابر اللي مش ظاهر من النجوم نادي طنطا الموسم ده. اضاعه هشام غالي ممكن هجمه خطيره لعيبه في النيل ورا الاهلي محمد مجد كريسكو ده الرقم الاول. الرقم الثاني هو عدد مرات الفوز. هيطلع مين؟ طلعت جمعه يا دكتور عدلو دقيقتين ونص. يدخل الجميع بنظام مصاري مدير فني لفريق الانتاج الحربي بتشكيله كل من كيف يقع الاغنيه سهيل سبيتين صاحب العشرين عام هو فايت يا 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 فايت
that's why Jamaica getting worse. Getting worse. You know